ربنا يخليك يا سعادة الأمين، تعبينك معانا. قوم قوام، خلص نفسك بسرعة. 5 دقايق مش أكتر. طب يلا. شمان دي، يا شمان دي. مين؟ الميلامين. في إيه يا جدع؟ أنا صبري. بقول لك إيه؟ انجز في الحوار عشان الأمين قال لي قدامنا 5 دقايق نتكلم فيهم بس. عاوز إيه؟ 125,000 جنيه. 125,000 جنيه؟ والله العظيم لو معايا ما عزهمش عليك يا صاحبي. لا يا حيلتها، ما هو دول مش سلف، دول حق الحبسة اللي اتحبستها بسببك. لا يا حبيبي، الحبسة دي عشان انت طلعت غشيم. ماشي، وانا هاخد بقى نص الفلوس اللي انت لقيتها في العربية عشان تتقي غشامة اللي على حق. ايه الحوار العبيط اللي انت بتقوله ده؟ مين اللي قال لك الكلام القالش ده يا شمندي؟ تصدق ان انا قلت ان هو حوار قالش برضه؟ خلاص انا هطلع للضابط اقول له العربية دي وصلتني ازاي؟ وهو يقول بقى اذا كان الحوار ده قالش ولا مش قالش. لا لحد كده وتثبت عندك، خلينا حبايب احسن. ما هو احنا حبايب طول ما بنقسم اللقمة سوا. انا بيتي ما فيهوش ملم وكلك نظر. تصدق صعبت عليا يا شمندي. طب خد خد يا شمندي، مش خساره فيه سندوتشين كبده حل بيهم بقك، تلاقيك على لحم بطنك عين امك من يوم ما جيت، ولا حد زارك ولا حد عبرك. خد انت بقى يا حبيبي، دي نمره المدام، تتصل بيها وتقابلها وتديها الفلوس وتقول لها المعلم باع الدول. الزياره اللي بعد بكره لو عرفت انك غدرت يا صبري ما تزعلش باللي هعمله معاك. اعتبر الفلوس في جيب المدام. سلام. سيد. ايوه احسن باشا. عايزك تنزلي الحجز وتشوف لي الواد اللي لسه معدي ده كان عند مين تحت. حاضر يا باشا. يلا. في واحد لسه خارج من هنا حالا. كان بيزور واحد هنا، كلمتين من على الباب كده على السريع. طب قابل بقى. حسام بيه شافه وهو خارج وبيسأل كان بيزور مين. اشمعنى انا قفش المرة دي؟ ما على طول ماشي بالحب. بعدين دول ناس محجوزين يعني، حد يجيب لهم لقمة، يجيب لهم هدمة. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ عيد لي يا ابني اللي انت بتقوله ده تاني. عبال ما جبنا له الدكتور كانت روحه طلعت يا حسام باشا. الله يخرب بيوتكم. وده مات ازاي ده؟ الظاهر حد دخله اكل بايظ. ما طبعا، ما هي سويقه، اللي داخل داخل واللي خارج خارج، وانا اللي في الاخر بلبس. تعالى ورايا. امنع اي حد يروح ناحيه الحجز، وكله هيتحول للتحقيق لحد ما نشوف المصيبه دي اخرتها ايه. الله يرحمك يا شمندي.